خليني أسألك، شفت إزاي قرعة دوري أبطال أفريقيا ومجموعة النادي الأهلي؟ يعني هو السوشيال ميديا ما خلتش حد ما يتكلمش في حاجة، دي حاجة. الحاجة التانية الصحافة والإعلام، أو اللي هم مثلا إيه، مش عايز أقول اللي بيكرهوا النادي الأهلي، بس ما يعني لما تيجي تتصور يقول لك إيه، أصل قرعة النادي الأهلي سهلة وقرعة النادي المنافس قوية. لا، هي مفيش حاجة سهلة ومفيش حاجة قوية. أيوه، كل فرقة صعدت وبتلعب في مجموعة النادي الأهلي بطل في 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 بلدها، فاكيد عشان كده صعد ولعب طبعا. قبل ما يصعد للقرعه دي، فصعد على اساس ان هو بطل. الحاجه الثانيه، كل فرقه هتقابل النادي الاهلي هتقفل، وهتبقى في يعني هيبقى في درجه تركيز عاليه. وهو بيلعب النادي الاهلي ليه؟ لان النادي الاهلي بطل افريقيا، صح؟ الطبيعي ان انا وانا بقابل بطل افريقيا ابقى على اتم استعداد، بقى أتم طبعا استعداد في كل النواحي، سواء فنيه بدنيه، حتى الكواليس اللي هي خارج الملعب برضو ببقى واخد الانتباه ان انا لازم اعمل حاجه كويسه قدام النادي. فمفيش حاجه اسمها سهله ومفيش حاجه اسمها صعبه، انا اللي بسهل وانا اللي بصعب. النادي الاهلي هو بيروح بينافس في اي بطوله وبيخش فيها، ما بيفرقش معايا المجموعة سهلة ولا صعبة. والدليل على كده ان احنا السنة الموسم اللي احنا خدنا فيها البطولة كان معانا النجم الساحلي وكان معانا الهلال السوداني، وكان في كلام كتير انه دول مجموعة قوية والنادي الاهلي ممكن ما يصعدش، وقفت معانا على اخر ماتش اللي هو بتاع الهلال السوداني. ولكن الحمد لله بروح فانيلة النادي الاهلي وبتصميم النادي الاهلي واللاعيبة بتاعته قدرنا نعد وعملنا كل حاجه الحمد لله. وتقييمك ايه للانديه دي؟ يعني لو فيتا كلوب او المريخ او سيمبا، شايف مثلا مين فيهم فريق القوي قوي او الاقوى في الثلاثه؟ انا شايف ان هم كلهم كواليتي واحد، يعني الدرجه كلها ممكن تكون واحده. الدليل على كده ان هو كمان يعني ممكن يكون برضو الدرجه واحده داخل ملعبه بس. يعني داخل ملعبه بس كل الفرق الافريقيه، والحمد لله ان احنا بنلعب فرق افريقيه خالصه، يعني ما عندناش برضو يعني ما عندناش فرقه مثلا ممكن من شمال افريقيا، لان احنا اتكلمنا في النقطه دي قبل كده ان شمال افريقيا بيعتمد برضو على حته ان في تنافس جامد جدا بين الفرق بتاعت شمال افريقيا وبيبقى في حساسيه بينهم. لكن حته ان انا مثلا الاهلي بيلاعب فرقه من افريقيا او من غرب افريقيا او من شمال افريقيا من غرب افريقيا او من شرق افريقيا، كل ده بيبقى في حته بقى ان اللعيبه الافارقه بتبقى عندها بس ايه، حته ان بعلي التركيز ان انا عايز اعمل ماتش كويس قدام الايه، قدام النادي الاهلي، بعكس شمال افريقيا بيبقى في تنافس جامد جدا ان انا عايز اخد البطوله بشكل عام. الحاجه الاخيره اللي انا عايز اقولها برضو ان الفرق دي برضو كلها بدرجه واحده جوه ملعبها بس، وان يكون برضو ان احنا النقطه برضو اللي انا عايز افتكرتها دلوقتي ان كل الفرق دلوقتي حته كورونا دي اثرت عليها،